خلونا نستقبل أول اتصال تليفوني في حلقتنا ونقول ألو. 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 أيوة مساء الخير. الحمد لله. ممكن تعلي صوتك شوية بعد إذنك؟ حاضر. أتعرف بيكي؟ تمام. أنا ريهام. ريهام. ريهام كم سنة؟ 23. مرتبطة ريهام؟ أنا كنت متجوزة. كنت متجوزة على الحب ولا جواز تقليدي؟ لا تقليدي. تقليدي يعني ما حبيت. قعدتي قد ايه متجوزة؟ قعدت سنة. سنة. عندك أولاد؟ ربنا يخليهم لك يا رب. طيب محمد. ربنا يخليه لك. طيب احكي لي اتفضلي تحت أمرك. بس يا زمان أنا ارتبطت يعني وأنا عندي 17 سنة اتجوز. اتجوزتي وانت عندك 17 سنة؟ كان 2010. المهم انا كنت في تانية ثانوي وما جيت خطبت له. كنت في تانية ثانوي خلصت بعدين جبت رغمه حلوة بس هو مرضيش اتجوزنا. يعني هو معانا في نفس العمر كل حاجة بقى يعني انا اجتمع كل حاجة يعني خيانة وضرب هنا كل حاجة. وأقول ما كان 18 سنة بقيت مسؤولة من طفل. بس كان خلاص بقى أنا يعني كنت خلاص بقى في بيبي ومنفعش إن أنا انفصل. بس تعبت وهو طلعني. هو اللي طلقك؟ طلقك ليه؟ يعني إيه السبب اللي خليه طلقك فجأة كده؟ ولا كان في مشكلة والموضوع كبر وطلقته؟ والله ما فيش أي حاجة. يعني فجأة كده طلقك؟ والله كان دايما يسيب البيت. يعني عارف الواحد لما يبقى عن يعني هو كان اكبر مني 13 سنة. عارف الواحد اللي عايز يتجوز واحدة بقى متربية وزمايلي يبقى يجي مراته وميته وكده. اللي هو قال اخد واحدة ربيها احسن وابقى ضامن كل حاجة. انا بقى في راجل دخل في حياتي اللي هو بيت والله قوي. مهم كان دايما في مشاكل وكنت دايما بقى عند بابا. انا اصلا يعني كان نفس العبارة يعني مش بارسة ولا حاجة. لحد ما اتفاجئت ان هو بحكي ان انا اتطلعت هو طلعني يعني. وقال عليا كلام مش كويس كتير. المشكلة دلوقتي حتى ما فيش اي حاجة مثلا تكوني ضايقتيه بيها؟ ابدا والله العظيم وحياتي بيها ابدا. طيب وبعدين اتفضلي. بعدين دلوقتي يعني انا ما كملت السنة معي بس وبدأت بس تكيته طبعا عشان اخد حقي وكده وحق محمد. بعدين لسه لغاية النهاردة ما خدش اي حاجة لحد النهاردة من 2001. طيب اهلك ما تدخلوش في الموضوع ده يشوفوا ايه الموضوع فيه ايه وكده؟ حاولنا كتير. حاولنا ان انا يقول لي يعني مثلا مامته كانت مع يعني كان عاوزنا نروح نعيش في البلد. انا مش عارف اعيش في البلد. ما يمكن عشان كده طلقك؟ لا انا اقول لك فبابا قال لي خلاص روحي انا عايشه في البلد وكده. رحت وعشت معاه وقعدنا هنا في البلد. المهم هو مش كويس. هو يعني هو مش كنت بني يعني اصلا. يعني انا عملت كل حاجه يعني انا كنت بعرف من نفسي وانا معاه وبعمل ده عشان ابسطه كل حاجه. يعني ايه بتعرفي من نفسك؟ يعني ايه بتعرفي من نفسك؟ ايه اللي بيخليكي تعرفي من نفسك؟ كان بيطلب منك حاجات ما ينفعش يطلبها منك يعني؟ ولما الاقي نادي اسمه واحده ثانيه وهو معايا يعني انت عارف 18 سنه كل ده بيحصل لي. انا مش متخيله ان 1% ان ده هيحصل. يعني انا كنت شايفه نفسي حاجه غاليه قوي يعني لا اتجوزه ده هيسني كده فعني. بعد ده كله بقى بعد اللي عملوا فيه ده كله هو وقال واخوه كل ده هو اتجوز وخلف ماشي. واخوه كمان خطب طبعا هما معانا في نفس العمارة. ايه ده يعني كل ده هما معاكوا في نفس العمارة ومش عارفين تفهم مش قادرة تفهمي ايه الحكاية؟ مش عارفة انا مش فاهمة هو ليه بيعمل كده. يعني حتى ده انت على الاقل ابوكي بيشوفه واهلك بيشوفوه في الطلعة والنازلة. كان حد قال له يا ابني هي عملت ايه؟ طب قول لنا نعاتبها.
هنا احنا اصلا الجيران كلهم يعني احنا عندنا كلهم عارفين مين انا، يعني عارفين مين. ايوه يا بنت الناس، بس اكيد المفروض حد كان كلمه وكان في رد. بص هقول لك، اول ما ارتبطت بيه الناس كلها كان انا كويس مبروك ومش عارفه، اول ما انفصلت احمدي ربنا ده كان اصلا مش كويس. طب انتوا ليه ما انتوش؟ ايوه جميل، هو سابك ليه؟ ما هو لازم حد يكون اتكلم معاه وكان في رد. هو سابني عشان في واحده تانيه شغلته. وهي دي اللي اتجوزها عشان خطيبته الاولانيه رجعت تاني، وهي دي اللي اتجوزها. المشكله مش في كده، انا من زعلانه خلاص خدت على كده. المشكله ان انا مش فاهمه، هو اللي ظلمني وهم اللي وجعوني، ورغم كده هم اللي عايشين مبسوطين وانا اللي تعبانه. هم ايه؟ هم اللي طلبوكي؟ هم اللي عايشين مبسوطين وانا اللي تعبانه. ايوه ايوه ده وضع طبيعي جدا، لان هو انسان مع يعني خدك شيء احتياطي كده. طيب وربنا يعني، ربنا يعني انا يا ربي انا اسالهم ازاي هم يعيشوا مبسوطين. بص يا بنت الناس، لا 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 لا، تعالي نحسبها بس بشكل تاني خالص. ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمه في امور كتيره جدا في حياتنا. ربنا ممكن يسيبنا او يسمح لنا ان احنا نمر بتجربه سيئه جدا عشان يشوف مدى تعلقنا بيه وقبولنا للتجربة اللي ادها لنا، ونشكره ونحمده ونقول له اقف معانا وساعدنا، ولا نعترض على ارادته ونبتدي بقى نتصرف تصرفات غريبة مش كويسة. دي ده شيء، ده ممكن يكون كده، الى جانب ان ممكن يكون ربنا سايب له الحبل على الغارب، اعمل اللي انت عايزه طالما انت مفتري قوي كده، وفي النهاية حسابك عندي. لا تنتظري حساب ربنا سبحانه وتعالى على الارض، لأن مش احنا اللي نقدر نحكم ربنا هيحاسبنا على الأرض ولا هيحاسبنا في الآخرة. ربنا ليه طريقة وليه اسلوب وليه ترتيب غيرنا. ممكن يحاسب انسان، ممكن يخلص من انسان على الأرض، ممكن يعاقب انسان على الأرض، وممكن يستنى الانسان يعاقبه في السماء. مش موضوعنا ولا نقدر نتدخل فيه. انما اللي في موضوعنا ولا نقدر نتكلم فيه، ان احنا شفنا الظلم نرفع ايدينا ونشتكي ونقول له يا رب احنا اتظلمنا، انا اتظلمت، أنا مريت بتجربة سيئة، وأنا من جوايا هقول له حسبي الله ونعم الوكيل وربنا يسامحك، ولكن أنت دبر لي حياتي. فما تطلبيش الانتقام لشخص آخر قد ما تطلبي لنفسك الرحمة. كتير قوي بننشغل بالانتقام من الشخص اللي أذانا أكتر ما بننشغل بإن احنا نطلب لنفسنا الرحمة وإن حياتنا تستقر، فبنعيش حاطين في قلوبنا سواد وحزن وألم وتعب علشان كل فكرنا مشغول بأن أنا هنتقم من الشخص التاني، بدل ما فكر في أن أنا أشيل السواد والألم والحزن والتعب أرميه على جنب وأطلب الرحمة من اللي خلقني وأقول له يا رب أنت شفت. فعشان كده أنت مريتي موقف سيء جدا، والموقف ده أنت مش أول ولا آخر واحدة تمر بيه. ياما رجالة كانوا على علاقات بستات تانية، ولما الموضوع اتفشكل راحوا ارتبطوا بستات على جوازة والسلام، وفي الاخر طبعا الجوازة بتبقى غير سوية، ولما بترجع له الست دي تاني بيجري عليها يلهس زي الكلب اللي بيجري ورا عظمة علشان ياخدها بأي شكل، من غير ما يفكر الأذية اللي هتلحق بزوجة وطفل وبيت وأسرة وأب وأم للزوجة دي هيتبهدلوا ومستقبل، لأنه هو كل اللي همه شهوته، اللي بيتحكم فيه شهوته، شهوته الجنسية، شهوته للمركز، شهوته للمال، شهوته لحاجات كتير جدا، وبالتالي النتيجة بتطلع زي ما حصلت. إنما لما نلجأ لربنا ونقول له يا رب عوضني خير وعوض ابني خير وقف معايا في دنيتي عشان أقدر أربي ابني، لن تتخيلي ربنا سبحانه وتعالى هيكون رحيم عليك قد إيه.